طيب كيفكم؟ 21 ان شاء الله تمام. شوفوا انا عرفت انه عندكم مشكله في الاي اي اس والاني اي اس اللي هي الكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن والنيكلوفيليك اروماتيك سبستيتيوشن تمام. بعرف انه زنخ. شوفوا انا هذا الفيديو من الناس اللي ما فهمته حابه تحفظ حفظ من الاخر، حابه تحفظ وتحل السؤال دايركت اذا اجاك، واكيد هو حيجي هالسؤال يعني نسبة 90% حاضر بالامتحان. فنشوفه بسم الله نبلش حبة حبة تمام. هسا اسمه طلب هون بيحكي لك مثلا بالسؤال هذا rank the compound below according to their reactivity in EAS تمام. شو جوابي؟ EAS. شو هي EAS؟ اللي هي عبارة عن electrophilic aromatic substitution تمام. هسا EAS بس تشوفه انت دايركت 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 اربط مخك بمين؟ اربط مخك بالالكترون دونيتنج جروب تمام. EDG Electron Donating Group. أول ما تشوف EAS وينك تروح راسك؟ راسك بدور على Electron Donating Group. راح تسألني أحفظ Electron Donating Group، أحفظ الجدول؟ شوف اسمع الجدول والله العظيم حيريحك، يعني حيريحك، أنا بحكي لك إليك وإلها، جدول حيريحك، جدول كثير مفيد، جدول كثير مهم، جدول كثير حلو وبريح تمام. بس أنا برضو عندي طريقة ثانية، أنا من الناس اللي حليت الامتحان عليه تمام. فنبلش فيها تمام. هسه هون بس يحكي لي EAS اللي هي electrophilic aromatic substitution electron donating group، بس بدي اياك قبل نحلهم نفرق بين شغلتين تمام. هسه كان عندي aromatic ring تمام، مش مهم فكوا منها، مش صح الاروماتيك ري تمام، بس اعتبروا عندي اروماتيك رينج تمام. كان طالع منها substitution تمام، هذا substitution بلش ب O تمام، بلش ب O او N، O او N، او او ان، وبلش يتفرع منه مثلا هون طلع لي ربط لي مع او، هون ربط لي مع دبل بوند او، ربط لي هون مع ار ار اللي هو ان شاء الله جرود سود ماشي، شو ما يربط يربط تمام. انا ما لي دخل، بس اشوف الاو هاي طالع من اروماتيك رينج، انا دايركت بعرف انها هاي شو، هاي الكترون دونيتنج جروب، هاي مش الكترون وذ دروينج جروب تمام. انا حكيت لكم هذا الفيديو للناس بدها تحفظ تمام. هسه برضو لو كان هون بدل الاو كانت ان تمام، نشيل هاي حط لي هون، حط لي هون ان تمام. هسا ان لو حطيت ان نفس الفكره، هاي عباره عن مين؟ هاي الكترون دونيتنج جروب تمام. هاي شو؟ الكترون دونيتنج جروب. طيب هسا ان او او تمام، ان او او هذول طلعوا من اروماتيك رينج، طلعوا من مين؟ من اروماتيك رينج، وحشوف كيف هسا راح احل معكم بالاسئله هذولا بطريقه ابسط تمام. انتم ما اقتنعتوا مثلا ان ان او طالع منها هي عباره عن الكترون دونيتنج جروب، تعال نرجع الجدول، هذول هم الالكترون دونيتنج جروب هياتهم، هذول الالكترون اي دي جي، هذول الالكترون ودروينج جروب. شوف الالكترون دونيتنج جروب ان او او ان ان او طالع منها سبستيتيوشن، ان طالع منها سبستيتيوشن تمام. تعالوا على هذول، تعالوا على الالكترون ودروينج جروب، الالكترون ودروينج جروب سي طالع منها دبل بوند او ار، سي طالع منها دبل بوند او ار، سي طالع منها دبل بوند او او اتش، سي دبل بوند او مع سي ال، سي مع دبل ان ما عدا تمام. هسه في عندنا هذولا، هذول الاشياء ضروري تعرفوا لي اياهم صراحه، انا بني ادم وبرضه السياين هاي السيان ضروري تعرفوهم تمام. هذولا الكترون ويدروينج، الكترون ويدروينج جروب قويات تمام، موست دي اكتيفيتنج تمام، ضروري تعرفهم. سي دبل بوند ان هي عباره عن سترونج الكترون ودروينج جروب، اس او 3 اتش سترونج الكترون ودروينج جروب، ان او 2، ان او 2 وين ما تشوفوها يا اخوان هي سترونج الكترون ودروينج جروب، انتهى، ان او 2 سترونج الكترون ودروينج جروب وين ما شفتوها تمام. فهسه شو اتفقنا؟ اذا شفنا ان او او طالع منهم سبستيتيوشن، ما بحكي عنهم شو الكترون دروينج جروب، هذول الكترون دونيتنج جروب، الكترون دونيتنج جروب، الكترون شو دونيتنج جروب. بينما لو كان عندي اروماتيك رينج طالع منها كربونه، كربونه ها شوف كربونه، والكربونه طالع منها سبستيتيوشن تمام، هاي شو؟ هاي الكترون دروينج جروب، مع انه نعرف انه ال NH2 هي عباره عن strong electron donating group، ونعرف برضه ال NO2 هي strong electron withdrawing group تمام. شو اتفقنا هون؟ هون اتفقنا على هاي الشغلات تمام. هسه لو بدنا ربطنا electrophilic aromatic substitution مع مين؟ مع electron donating group تمام، وما تشوف EAS electron donating group. طب هسه لو شفت NAS
اللي هي نيوكليوفيليك أروماتيك سبستيوشن. هون أنا بحكي لك إلكترون وذ دروينج جروب. من الآخر هي عبارة عن شو؟ إلكترون وذ دروينج جروب. شو يعني إلكترون وذ دروينج جروب؟ هياتهم هذول الإلكترون وذ دروينج جروب. أنا قاعد أدور على أعلى واحد فيهم. تمام، هسه بتشوف هذول الأسئلة محلوين يعني محترمين أمورهم طيبة، هذول من استعداد ضياء. تمام، نحلهم. هسه بحكي لك هون رانك بيلو، هسه بقول لك رانك كومباوند بيلو أكوردينج تو مين E A S electrophilic aromatic substitution. تمام، عندنا A عندنا B عندنا D عندنا C. E A S شو اتفقنا؟ ال E A S هي electron donating group. فهسا نيجي عليهم واحدة واحدة نشوف مين هي ال electron donating group أعلى واحدة. تمام، هسا أنا حكيت لك ال N H 3 هي أقوى واحدة، هذا إيش اتفقنا عليه صح ولا لا؟ حكيت لك برضو شغلة ثانية إنه هاي C L 3 ICH ما بعرف شو هي، ما علينا فيها. تعالوا هسا حكيت لك أنا برضو electron donating group electron withdrawing group. اللهم صل محمد. تمام نكمل، سوري على القطعة، أنا أعيد السؤال من أول وجديد. سوي لك rank compound below according to their reactivity in electrophilic aromatic substitution. اتفقنا electrophilic aromatic substitution عم ينطل electron donating group. اتفقنا إنه ال NH2 هي أعلى electron donating group، فبمسكها بنيجي على بي CH3. هذا CH3 هاي يا جماعة هتسحب ولا حتعطي؟ هتسحب من ال C هاي ولا حتاخذ منها؟ أنا بحكي لك لا، هي عبارة عن electron donating group. CH3 هاي ال C حتعطي الأتوم الأروماتيك رينج، هي قاعدة تسحب منها، هي قاعدة ال CH3 هي electron donating group inductively، ما في resonance هون. تمام اتفقنا، هسه هاي حتعطي لهون من خلال شو؟ حتعطيها inductively. نيجي على C C C O 2H. تمام، هسه احنا اتفقنا شغله يا شباب، شو هي؟ انه قلنا بس نشوف C طالع منها substitution، شو بنعتبرها؟ electron withdrawing group. بنيجي على D ولا اشي، D aromatic ring بس. تمام، فهسه ترتيبي شو صار هون بالنسبه لل ES electron donating group؟ ف A أكبر من B، أكبر من D، أكبر من C. ولو نيجي هون على الحل، هي بحكي لك A is a most reactive، B is less reactive يعني أقل منها، D is even less يعني أقل برضو من B، و C is least reactive أقل وحدة reactivity. تمام، نيجي على هون، هون مين؟ بقول لك ES electrophilic aromatic substitution. عمين قلنا من نطل؟ بدنا نطل على إشي بنسميه electron donating group. نيجي عليهم NO2، هاي اسمعوا، هاي أول ما شفناها اتفقنا انها وين؟ عرفنا انها اخر وحده. تمام، ولقينا برضو اف، عندنا الاف برضو هاي شو؟ هاي قاعده عم تسحب اندكتيفلي، هي الكترون وذ دروينج جروب عم تسحب اندكتيفلي. وبنيجي على سي اتش 3، سي اتش 3 قلنا الكترون دونيتنج جروب اندكتيفلي، الدي هي نيوترال ما بتعمل إشي، فترتيبي حيكون بي بعدين دي بعدين اي بعدين سي، صح ولا لا؟ صح 100%. هسا الكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن، الكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن اي بي سي. تمام، هسا احنا حكينا لكم اروماتيك رينج، اروماتيك رينج طالع منها شو؟ او. تمام، بده مين؟ الكترون دونيتنج جروب. او طالع منها سبستيتيوشن، اروماتيك رينج طالع منها او، الاو طالع منها سبستيتيوشن، شو اتفقنا عليها؟ هاي الكترون دونيتنج جروب. هاي كربونه طالع منها سبستيتيوشن، شو هاي؟ اللي هي electron withdrawing group. وهاي A ما إنه دخل فيها العادي متعادلة، فهذا ترتيبي شو صار؟ ترتيبي حيصير B A C، صح ولا لا؟ صح. نيجي للثالثة، هون بدي إياها مين؟ electrophilic aromatic substitution. اتفقنا NO2 هي أقل وحدة، اتفقنا أقل وحدة ولا لا؟ حكينا إن هي عبارة the most reactive sorry اللي هي عبارة عن most strong electro electron withdrawing group. تمام، واتفقنا C طالع من هاي شو أصلها يا أخوان؟ هاي سلسلة زي هيك اللي ما بعرفها. تمام، فسيدي بالبوند O مع OH هاي B. تمام، شو وظيفتها؟ هاي وظيفتها يا أخوان اللي هي مش وظيفتها، هي بتكون المودريت اللي هي للجسمه ده electron withdrawing group. C هي أكثر واحدة فيهم electron donating group، هي مش electron donating group ولكن هي أحسن من electron withdrawing group. فترتيبي شو صار؟ صار C أكبر من B أكبر من مين؟ من A، صح ولا لا؟ صح. نيجي على آخر واحدة. تمام، هاي آخر واحدة سهلة وحلوة. تمام، هسا عندنا NH2، شو اتفقنا NH2؟ هي strong electron donating group. انتهينا. هون عندي N، N طالع منها substitution، substitution هاي NH اللي هي طالع منها substitution
سوري يا اخوان في عطسه بس مش راضي تطلع يعني ام سوري. عندنا الان طالع منها سبستيتيوشن. سبستيتيوشن احنا شو اتفقنا عليها؟ هاي هي الكترون ويذدرو، هي عباره عن الكترون دونيتنج جروب، قلنا ان او او طالع منهم سبستيتيوشن الكترون دونيتنج جروب، كربوني طالع منها سبستيتيوشن الكترون ويذدروينج جروب. فشو الترتيب صار؟ هاي سترونج الكترون دونيتنج جروب، امسح لكم اياها، هاي strong electron donating group، هاي هي عبارة عن مش weak، هي moderately electron donating group، هاي C شايفينها، هاي C قلنا هي عبارة عن electron withdrawing group. فترتيب شو صار؟ صار A أكبر من B أكبر من C، هاي الجواب الصحيح 100%. شوفوا أتمنى أكون يعني بسطت عليكم أكثر قدر ممكن، أنا ما بكتب عليكم، هاي الطريقة اللي أنا اعتمدتها اخترعتها من مخي، ما بعرف مدى صحتها من الآخر، أقول لكم يا صراحة يعني يا صلاحة صلاحة حلو أحكي أكون صريح معكم، يعني أنا ما بعرف هي طريقة صح مش صح، بس هاي أنا شفتها هي أكثر طريقة يعني زي ما تحكوا فعالة إنه أجيب السؤال 100%. طيب هسا بس خلينا قبل لا أنسى شغلة، هسا لو إجاني بدل EAS حط لي nucleophilic aromatic substitution NAS، شو يعني nucleophilic aromatic substitution؟ اتفقنا NAS مين مفكر؟ مفكر electron withdrawing group. كيف مفكر electron withdrawing group؟ مين أعلى electron withdrawing group؟ NO2 تمام، بعدين SO3H، بعدين اللهم صل محمد الأخيرة cyan group اللي هي SC double bond N، C double bond ولا triple bond؟ triple bond، يب triple bond N تمام. هاي النيكلوفيليك عملوها نوت عندكم، انا صراحه بحب او يعني لو تركزوا على الحكايه تصدقون لا تحلوا سؤال 100%. هاي طريقه جربت مد، جربت فاينل وجانا سؤال مد وجانا سؤال فاينل وحليتهم. ف يعني زي ما بتحكي دكتوره بثينا اي دو ماي بيست يعني لحتى ما اكون يعني بعمل كل إشي بقدر عليه من الاخر، واذا عندكم سؤال عادي بعتولي وأنا زميلكم سلام الشناق، نعطيكم العافية.